القرب نصب الأحرف الأبجدية الأرمنية. تحيات. ترى احنا مو رعاة، احنا جايبين سواح ويانا الى جبال اراكات وشفنا هذه الحالة وما ردنا تفوتكم فصورنا لكم اياها. هذه المنطقة عزيزي في ارمينيا، منتجع زاكازور وادي الزهور، درجة الحرارة الان تقريبا 11 درجة مئوية ونحن على ارتفاع 1970 متر فوق مستوى سطح البحر. كل هذا في غابات لاستيفير في أرمينيا. إلى اللقاء أصدقائنا الأعزاء. احنا اليوم في وادي أشتراك، وادي أشتراك غرب أرمينيا، وادي طوله تقريبا يتجاوز 90 كيلومتر، يجري منتجع سياحي جميل جدا بمستوى المواقع السياحية والمنتجعات الأخرى. هذا نهر خاشخ وهذا وادي أشتراك. هنا عبارة عن مطعم هذا. طبعا جولات أراضي السياحة تقتصر بصراحة على العوائل البي اي بي، تطلع بسيارة خاصة. هذه سيارتنا. صباح الخير اخوان، اليوم 28 آذار من عام 2017 اصطحبنا احد العوائل الاماراتية لجولة الى ديليجان ومرينا من قرب بحيرة شيبان. اصدقائنا اعتقد المنطقة اللي وصلناها معروفة للجميع. ما اسم هذا الشلال؟ في اي منطقة؟ الشلال في أرمينيا، لكن نسألكم عن اسم المنطقة. كان ياسي كان جلنياش جريمي أبي يماسم إز روسا كان غازم بي قالوا كي سرشي تاكاس أصدقائنا الأعزاء، قررت السياحة اليوم قرر أن يأتي بزيارة إلى لؤلؤة أرمينيا، اللؤلؤة الزرقاء، بحيرة سيفان، وقررنا أن يقام في هذا المنتجع اللطيف. راح نتحرك ونصور بداخل الكوتيجات، كوتيجات جميلة جدا ومريحة ومناسبة للعوائل. أعددنا هذا التقرير لكي يتسنى للعوائل التي ترغب بزيارة أرمينيا والإقامة في هذا المنتجع اللطيف الهادئ وقضاء إجازة ممتعة. مسبح صغير خاص للمقيمين في هذه الكوتيجات، والبحيرة قابلنا، وتوجد باخرة صغيرة، سفينة صغيرة أو زورة يقوم برحلات ترفيهية للنزلاء.
كوتيج اللي راح نقيم بها اليوم. هنا عندنا الصالة، وهذا البالكون يشرف على البحيرة، وطائر النورس واقف باستقبالنا. هنا ايضا مشهد على البحيرة، نافذة مطلة على الحديقة والمسبح الصغير، وهي بالكون. والنافذة أيضا مطلة على اللؤلؤ الزرقاء، بحيرة سيبان. نأمل أن نلتقيكم أصدقائنا الأعزاء في هذا المكان الجميل. متأكدين إذا زرتوا هذه المنطقة ما راح تقدرون تنسوها بعمركم. مكان لطيف وهادئ جدا. تحياتنا قرارات للسياحة.